نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من شائعات عن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مشددة على امتلاك مصر لبرنامج ترصد وتقص للأوبئة يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الخارج.